السلام عليكم ورحمة الله، مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة بتو آدم. لو أنت جديد في القناة وأول مرة تخش تزور القناة عندنا، ما تنساش اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وما تنساش الكومنت بتاعك واللايك عشان خاطر نستمر. ده دعم للقناة عشان خاطر اللي احنا نوصلك كل ما هو جديد بنقدمه. طيب النهاردة بنتكلم على اللي هو الأصوص التحضين العطار اللي هي ما بتحسيش. طب اعرف منين ان القص ده عطار، واعرف منين ان انا طالبين حصى، وازاي احننهم في قلب الطاجن بتاعي. طيب انا جايب قص عطار من السوق، جايب قص تحضير من السوق، والقص بقاله فترة عندي، بقاله 10 أيام، بقاله شهر، دخل في شهرين، والقص ما بيحصيش. سيبك من كلمة 10 أيام دي، لأن هي عمال ما الحمام بياخد الجو بتاعه وبيتهيأ للمكان بتاعه، ممكن ياخد له مثلا من 10 أيام 20 يوم، في حمام بياخد شهر عمال ما يتعود على المكان. عشان في ناس اللي هي بتقول، أنا هي السؤال جه في، عشان الناس اللي هي بتقول ده انا جايب حمام بقى 10 ايام وما بيحسش، اصبر شويه، الحمام عمال ما بيتعود على المكان، ممكن ياخد من 20 يوم لشهر عبل ما يتعود على المكان، وبعد كده يبتدي اللي هو يكسر ويبتدي اللي هو يحس. طيب دلوقتي الفيديو ده اللي احنا هنتكلم فيه، هنتكلم اللي هو الاصوص. طيب انا اعرفهم منين اللي هم دول عطار؟ طب اعرفهم منين اللي هم ما بيحسوش؟ القص ده قعد عندي شهر، قعد عندي شهرين، قعد عندي وقت كبير قوي، وانا جايبهم معرفش ان كانوا شغالين ولا مش شغالين. النتايه بتعمل ايه؟ النتايه بتخش في الطاجن تطلب حصى. يعني ايه بتخش في الطاجن تطلب حصى؟ النتايه بتخش بتهيئ لنفسها اللي هي محصيه، الدكر بيكسر عليها، الدكر بيترب عليها، الدكر بيجي يخننها في قلب الطاجن، بتبتدي اللي هي تخش عمليه اللي هي تخش في قلب الطاجن، وتبتدي اللي هي ترقد ونديت في شرشها كده اكن هي محصيه. طيب النتايه دي يبقى هي عطار كده، ما دام النتايه دي انا جايبها من بره وما اعرفش قصتها ايه، بتشتغل معاها كالاتي. طب ايه اللي انت بتشتغل معاها عشان اعرف القص التحضين دول العطار اللي هم ما بيحصوش؟ بهيئ لها الطاجن بتاعها. يعني ايه بتهيئ لها الطاجن بتاعها؟ يعني انا بجيب الطاجن بتاع البياضه بتاعتي، بحط لها ان كان شويه التحديق اللي انا بحطه لها، ان كان شويه النشاره اللي بحطه لها، ايا كان ايه اللي انت بتحطه في قلب الطاجن بتاعك. طيب بلاش التراب، بلاش اللي هي الرمله، عشان الرمله بتبقى ساقعه، بتبتدي اللي هي الحمامه تقلق من القصه دي. طيب هيئت لها الطاجن، حطيت لها اللي هو التحديق بتاعي، ببتدي اللي انا احط لها حصوايه في قلب الطاجن، ببتدي اللي انا احط لها حصوايه في قلب الطاجن. طيب زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت لها حصوايه في قلب الطاجن، ادي ايه اهي، هيئت لها الطاجن بتاعها، وابتديت ان انا احط لها حصوايه واحده. دي النتايه دي انا واخدهم من واحد قال لي القص دولت عطار ما بيحسوش اهي. بتقوم بعمليه ايه بقى؟ اللي هي بتخش ترقد على الحصوايه، ابتدت اهي اللي هي دخلت ترقد على الحصوايه. طيب تيجي دلوقتي انا عرفت ان هي خلاص النتايه دي، عشان انا متاكد ان الراجل قال لي النتايه دي عطار ما بتحسش، فانا رحت مهيئ لها الطاجن وحاطط لها حصوايه. طب لما انت حطيت حصوايه دخلت رقدت عليها، فوت يوم وخلي اليوم اللي بعده اكنك ايه؟ حصت النهارده حصوايه، هنبسطها مع بعض، حصت النهارده حصوايه. لو حصت الحصوايه هي مش هترقد، لو النتايه طبيعيه وبتحصي، لو حصت الاولانيه ما بترقدش، بتيجي تعدي يوم واليوم اللي بعده، يعني بتفوت بين الحصوايه والحصوايه يوم واحد، يعني طبعا عمال ما بتحصل حصوايتين بتاخد اللي هم من 4 ايام، من 3 ايام لاربع ايام. طيب انا حطيت لها اول حصوايه، الحصوايه اللي تايه رقدت عليها، فوتت يوم، والنهارده اليوم الثاني اللي هو اليوم الثالث اللي المفروض ترمي فيه الحصوايه الثانيه. فانا بكده انت فاهمني ازاي عملت لها عمليه تشغيل دماغ، شغلت دماغي عليه اللي هي ايه، حصت حصوايه وفوتت يوم، وحست اليوم اللي بعده بقول لها انت حسيتي الحصوايه الثانيه. بعمل انا ببتدي بعمل ايه؟ ادي اهي هطلع حصوايه في شنك، تمام؟ وادي القص اللي هم، وادي اهو الحصوايتين اللي انا هحضنهم تحتيها. شلت الحصوايه الفيشنج، تبقى حصوايه رايقه، وحطيت لها الحصوايتين، يعتبر اللي هي حصت الحصوايتين كده اهو، تمام؟ دخلت اهي رقدت وحنت في الطاجن. خلصنا من كده،
خلصنا من كده. طب كده يا باشا انت تأيد او تحسب لها تاريخ ايه من اول حصوية؟ لا مش من اول حصوية. اول حصوية هي بتبتدي عملية اللي انت بتحننها، بتحنن على الحصوية، بتخش ترقد بتطلع، بتخش ترقد بتطلع، خلاص سيبك اكن هي ايه حصة الاوانية ومش هترقد الرقدة اللي هي. لكن تاني يوم، تاني يوم خلاص بتهيئة في قلب الدرج وبترقد على الحصوية. التالت اللي هي مفروض تحصي الحصوية التانية، انا بعمل لها عملية اللي هي اكن بهي لها اللي هي اكن بتحصي. طيب خلاص حصت الحصوية التانية، ببتدي احسب من الوقت اللي احنا فيه، ببتدي احسب من الوقت اللي انا بحضن بتاريخ اليوم اللي انا حطيت فيها الحصويتين. طيب نخليه مع بعضنا الفيديو ده ونشوف لما القص يفك وهنتابع مع بعضنا واحده بواحده. طيب الفيديو ده بتاريخ 18/2، الفيديو ده بتاريخ 18/2/2019. القص دولت هيقعدوا بحوالي من هبتدي اللي انا هكشف على الحصى او ابتدي اللي انا خلاص الحصويتين انا كده كده بعد 4 ايام هبتدي اللي انا اكشف عليهم، معمرين خلاص تمام، مش معمرين هبتدي اللي انا اشوف حصويتين برضه يكون عند قص عشان خاطر ما اقلقش القص واقومهم والقصه دي، فاحنا هنحسبهم من تاريخ دلوقتي. طيب انت دلوقتي انت فاهم هتحسب لها من كام يوم؟ سيب لها النهارده تاريخ 18/2، فاحنا هنحسب لها على 17 من اول 17 يوم نبتدي اللي احنا نتابع الحصى بتاعنا. فده كان فكره اللي انا بحنن القص التحضين بتاعي او القص العطار بتاعي. فالفيديو ده كده كده عامله لك ليك انت، وهنتابع اللي انت ازاي بتتعامل معاه عشان خاطر الناس اللي هي بتحضن غلط بتخلي القصوص. يا جدعان مش اي قص يرقد في قلب الطاجن يبقى قص عطار، مش اي قص دخل في قلب الطاجن وقعد له شويه يبقى القص عطار، عشان في ناس بتقع في مشكله بتحضن الحصى وبتبتدي اللي هي بعد 4-5 ايام القص بيقلق من على الحصى، واساسا هو مش طالب حصى، هو دخل رقد خلاص حطيت له الحصويتين، القص دخل رقد يومين ثلاثه هيسيب الحصى، فانت بيبتدي القص الحصى بيعمر معاك وانت القص اساسا امن عليه وانت مش عارف تعمل فيه ايه. فعشان خاطر انا بعمل لك الفيديو ده بعينك عشان خاطر تتاكد من قص الاطار بتعامل معاه ازاي. فانتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتا ادم، والسلام عليكم.